أعزائي برحب فيكم، وحنقدم وصفة كتير بسيطة لعشاق البسبوسة. حنعمل بسبوسة كب كيك بطريقة كتير سهلة وسريعة وكمان مختلفة. نبتدي نشوف مع بعض المكونات. بسبوسة كب كيك: 1.5 كوب دقيق، 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة ملح، 3 حبة كبيرة بيض، 1 كوب سكر، 1 ملعقة صغيرة ماء الورد، 1 ملعقة صغيرة ماء الزهر، 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 1.5 كوب سميد ناعم، 1 كوب روب أو زبادي، 3 أرباع كوب زيت ذرة، 2 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم، الشيرة أو القطر، 2 كوب سكر، 1 كوب ماء، 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون، 1 شريحة قشور ليمون، للتزيين فستق حلبي ورد جوري. وصفة الكب كيك حنحتاج طبعا قوالب كب كيك. أنا عندي هون القوالب اللي هي الشكل أو المقاس العادي، مش الميني ولا الكبير اللي هو المتعودين إحنا عليه. ما بحتاج أحط فيها ورق، بحتاج فقط أمسحها بطبقة خفيفة من الزيت إذا حبيته، أو سمنة أو زبدة مذابة، أو في ناس بحبوا كمان طعم الطحينة، ممكن ببساطة أمسحها بشوية طحينة، الطحينة اللي هي الهردة تعطيها برضو نكهة مميزة. وإذا حبيتوا تستعملوا البيبر كابس أو القوالب اللي هي بتبقى مصنوعة من الورق ممكن، بس أنا حابة هذه، بيبقى شكلها كتير حلو ومختلف لما تبقى في القالب مباشرة. طبعا هون أنا مش محتاجة أبدا أحط فيها طحين، إحنا مش عم نعمل كيك، فقط مسحتها بالزبدة وحخليها على جنب. حنبتدي نجهز القطر أو الشيرة أو شراب السكر، تختلف المسميات. في كسرولة هحط المي، وهحط مقدار السكر. أعزائي، عمل القطر أو الشيرة كتير بسيط، وكتير بيسألوني شو السر في إنه ما يسكر معنا أو يتحول إلى سكر مرة تانية. طبعا بنحط قشور الليمون وبنحط عصير الليمون، قشور الليمون بتعطيني طعم طيب، باخذ بس قشرة رقيقة جدا بهالطريقة هذه، ما ناخذ الجزء الأبيض، وباخذ حوالي ملعقة صغيرة فقط من عصير الليمون، معلقة صغيرة بس، هيك أصبح عندي جاهز. بنقله على نار ما تبقى عالية، القطر بحتاج ينطبخ على نار متوسطة في الأول، وبعد هيك بوطي النار وبسيبه لمدة 8 دقائق ليتماسك معاه، يغلي يبرد، بقدر أحتفظ فيه في برطمان وأستعمله لكل الوصفات اللي أنا بدي إياها. نبتدي هلأ نجهز البسبوسة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. في طبق، إذا حبيتوا تعملوها بالخلاط ممكن إذا يسهل عليكم، أو مباشرة في طبق بهذا الشكل، بحط الطحين، البيكنج باودر، الملح، وجوز الهند حيعطيني طعم كتير طيب، وبحط السميد. هاي البسبوسة شوي مختلفة، بنخلط فيها السميد مع الطحين غير اللي انتم متعودين عليها، دايما بنحط فيها السميد فقط. عم بستعمل السميد الناعم وبخلطه مع الطحين، واضيف السكر، وحضيف الزبادي، وثلاث ارباع كوب الزيت، وححتاج هلأ أضيف البيض. بالنسبة للبيض أعزائي، أنا عم بستعمل 3 بيضات، وزي ما قلنا هاي البسبوسة شوي مختلفة، بيضة زي ما دائما متعودين نكسر بيضة بيضة عشان لو فيها أي مشكلة نقدر نتجنبها، نحط دائما البيض بالتدريج. هلا المطيبات، الطعم اللي انتم بتحبوه، نقدر نستعمل طبعا العديد من النكهات. ماء الورد حيعطيني طعم كتير طيب، وكمان ماء الزهر حوالي معلقة صغيرة،
وكمان الفانيليا حتعطيني طعم طيب. إذا حبيتوا تستغنوا عن ماء الورد وتستغنوا عن ماء الزهر يبقى لابد تحطوا على الأقل الفانيليا عشان برضو طعم البيض ما يكون عندي ريحة البيض تبقى ظاهرة بطريقة مزعجة. هبتدي باستعمال مضرب الشبك أقلب كل هالمكونات مع بعضها لغاية ما تندمج ويصير عندي خليط البسبوسة في منتهى السهولة. هذه الوصفة أتأكد أنه كله اختلط عندي كويس، ونشوف أعزائي خطوتنا التالية. القوالب عندي مدهونة وجاهزة وحبتدي هلأ أوزع البسبوسة في القوالب. كتير سهل أستعمل الأداة اللي بستعملها أو ملعقة الآيس كريم، بتسهل علي أني أنا أوزع الخليط في منتهى البساطة. حبتدي أملأها بهالطريقة وعلى كل قالب أحط المقدار. المقدار اللي أنا عملته بيعطيني 12 قالب. بكمل التوزيع والفرن عندي جاهز على 180، بتاخد حوالي 15 دقيقة. وبس تطلع من الفرن نشوف خطوتنا التالية. بطلع البسبوسة من الفرن وبس تهدى شوي، ما تكونش سخنة كتير، ممكن أمسكها بإيدي أحطها في القطر أو الشيرة، وعلى طول طبقة من الفستق الحلبي. أو إذا حبيتوا ممكن كمان تستعملوا إذا حبينا أي نوع من المكسرات، أو إذا استعملنا كمان جوز الهند. وصفة كتير بسيطة وسهلة، أتمنى تجربوها. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.